ممتاز والكابتن حلمي ابو المعاطي هم اصحاب الفضل عليك في بدايه المشوار. بالظبط، لان دكتور ممتاز هو اللي خدني وانا لسه تحت بقى 12 و14 سنه. وبعدين كابتن حلمي ابو المعاطي خدني من 16 سنه. وبعد كده بعد تحت 16 سنه جاء كابتن عبد صالح الوحشي، كان موجود بيعمل دراسات في المانيا وهولندا. فاول ما كانش لسه ليه مكان، انت عارف النادي الاهلي مدربين كتير، وانا عصرت كل المدربين الكبار دول يعني، حتى سواء في الناشئين او في الفريق الاول يعني، مستر فريدز وجون ماكبرايد وتيتكوش، وبعد كده بروشيتش لعبنا معاه بقى طبعا اهم مواسم 63 و64. فمسكوه فرقه الشباب تحت 18 سنه، فعرفنا بقى من ساعتها. كنت انا بقى موجود ومعايا مصطفى عبد الغالي والسايس وعلوي مطر وشريف بركات وسمير صبيح ومصطفى عبد الله وعصام عبد المنعم، بعد كده جيت يعني دي المجموعه اللي كانت اغلب المجموعه، وعبد الرحمن الصباح. فعرفنا بقى فكنا بيكملوا بقى بعد كده لما جينا 18 سنه وسابنا كابتن حلمي المعاطي، كابتن عبد الصالح الوحش مسكنا. عارف بقى المستويات وعارف الكلام ده، كانوا بيكملوا تقسيمه الفريق الاول تملي بينا بقى اللعيبه المميزه اللي هم. طب في الناشئين اكيد بيبقى في مباراه هي دي اللي بتعلم، دي اللي بتسمع، في ناشئ صغير موهوب موجود جاي للدرجه الاولى كابتن ريعو. تفتكر ايه المباراه اللي كانت سمعت معاك في الناشئين وقتها وبدات الناس تحط الانظار عليه؟ اغلب الماتشات، وبالذات حتى لما جينا فزنا ببطوله، انت عارف احنا تتلمذنا بقى 16 سنه 18 سنه وكان 21 او 22 سنه حسب المرحله السنيه. خدنا البطوله ضد الزمالك. أيوة. كابتن احمد مكاوي كتب بقى طبعا سايس يحرز اهداف الثلاثه. ايوه، ونجم المباراه لاعب اسمه رفعت رجب ريعو. فطبعا ابتدت الدنيا كلها تسمع، لغايه ما بقول لحضرتك ان احنا كان بيكملوا بينا فريق الاول من الناس اللي هم حاسين ان هم متميزين يعني. طب اول مكافاه بقى في الناشئين اكيد دايما اول مكافاه دي ما تنسيش. كابتن مكافاه، في مكافآت احنا المكافآت كانت اهم حاجه عندنا اللي هي بناخد من كابتن حلمي ابو المعاطي او كابتن عبد الصالح الوحش يعني، ناخد البون بتاع الغدا. ايوه، والعم مختار بقى الشيف الكبير قوي ده اللي يعني كان اهم حاجه البون، وبرضه المكافآت كانت كده تقريبا يعني اول مكافاه كانت وجبه في مطعم النادي. مطعم النادي طبعا. بالظبط. طيب البدايات مع الدرجه الاولى طلعتوا على مباراه صعبه جدا، مباراة الأهلي والزمالك، مباراة كانت في الزمالك، زمالك وقتها جيل كبير جدا. احكي لنا كابتن ده كان ماشي طبعا، اصل احنا ظهورنا ده كابتن كان ظاهرة ومعاه بقى طبعا محطات في النص طبعا كتيرة من ساعة ما طلعنا الحمد لله يعني. في الماتش ده كان ليه بقى بقول لحضرتك ظروف عصيبة جدا، لأن طبعا أنا لعبت بعد عمالقة النادي في الجناح الأيسر اللي كانوا سبقوني، أو كابتن فتحي خطاب، أحمد زايد، مراد نديم، شريف الجندي، لغايه ما كان موجود بقى كابتن صبحي تقل كان قبليا برضو في قبل ملعب انا يعني. فالماتش ده كان في نفس الموسم ده، موسم 61 62. كل اللي بقول لحضرتك على الناشئين اللي معايا دول لعبوا في السنه دي يعني. السايس كان لعب في السنه دي يا كابتن درجه اولى، علو مطر لعب درجه اولى، شريف بركات درجه اولى، مصطفى عبد الغالي لعب درجه اولى. انا اللي لعبت الوحيد في الماتش ده 20 ابريل 62، انا الوحيد اللي بلعب لاول مره في تاريخي وتاريخ النادي الاهلي مع الفريق الاول. كابتن رفعت الفناجيلي اتحدى بيكوا، قال انا معايا ثلاثة ان شاء الله هيكونوا دعم للفريق الاول. والله